فإن يوسف كان شاب طاهر وكان إنسان نقي السريرة. الله فاحص القلوب والعارف بأعماق الضمائر ومخفيات عقل وقلب وفكر الإنسان، رأى النقاوة والأمانة والقداسة والطهارة التي في قلب هذا الشاب الصغير. قال له إيه في سفر الرؤيا؟ قال لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على وجه الأرض. ده العدل اللي خارج من عند رب الجنود للذي حفظ كلمة صبره، وده العدل اللي خارج من إيد الله للنفس الأمينة الطائعة المقدسة ليه. طبعا زي ما انتوا عارفين اللي بيعمله الله واللي مبني على قواعد عادلة ما بيعجبش عيون البشر المستعلية. فإخواته حسدوه وغاروا منه وكرهوه، بدل ما يغيروا من أمانته غيرة حسنة غاروا منه حسدا وكبرياء، حسد يوسف ورموه في البير. ثم تنتهي القصة بيوسف لأنه يبقى بيشتغل في بيت فوتيفار، ويدخل يوسف في الامتحان اللي حيقول قلب الشاب ده في ايه، الأمانة اللي جواه مداها قد ايه. ويلتزم يوسف بطاعة الله، كانش لسه فيه وصية، الوصية ما كانتش أعطيت، ويرفض الخطية ويقول لله نعم ويقول الخطية لا. لكن الغريب في القصة والشيء غير المتوقع انه ثمرت وتمن طاعته لله يقول به الى السجن. غريبة اوي. الشيء المتوقع انه يقبض تمن الطاعة على طول، لكن القصة تدور في احداث عكسية تماما، والكذب يغلب والافتراء ينتصر والشر يرفع راسه، وهذا الشاب الامين تلزق فيه التهمة الكاذبة ويدخل إلى أعماق السجن. وتسأل نفسك قدام القصة دي وقدام المواقف اللي تشبهها، يا رب أنا عملت مشيئتك، النتيجة إن أنا عملت مشيئتك جت عكسية، يا رب أنا بعت الخطية عشانك، هو أنا بدخل السجن ليه؟ هو أنا بدخل في الضيق ده ليه؟ عارف ليه؟ أصل كم التعويض اللي الله حاجزهولك، مقدار المجد اللي الله محوشهولك أكبر بكتير قوي من حجم الألم اللي انت مريت فيه. ثم يأتي وقت التتويج، ولما يأتي وقت التتويج ويحب الله يتوج هذا الشاب اللي في أعماق السجن، وياخد يوسف من أعماق السجن ويجلس متسلطاً. فرعون يقول له أنا فرعون، محدش هنا في مصر يشيل إيد ولا يحط رجل من غيرك. وتمر القصة لتتحقق أقوال الله، ويأتي الجوع ويطبق الجوع على إخوته، ويأتوا إلى أرض مصر عشان يشتروا طعام وما يعرفوش إن ده يوسف، ويوسف يعرف إخوته، ويسجدون عند قدميه، وتتحقق كل أقوال الله، لأن الله كان قد رأى وعرف وشاف إيه اللي في قلب هذا الشاب. أحبائي إن القصة مبهرة وإن التعويض خطير، لكن خلينا أقول لكم أنه لو كان لنا رجاء فقط في المسيح في هذه الحياة فنحن أشقى جميع الناس. أنا عايز أقول لك أن كل أن خرجت من صدرك سمعها رب جنود، أن كل جرح فات في قلبك دخل إلى قلب الملك، أن كل دمعة زرفت من عينك حفظت في زق
كن عنده. اوعى تكون فاكر ان الانين اللي انت انيته من اجل اسمه ما سمعهوش. هو مردش لغاية دلوقتي. ده مش معناه ان ما سمعهوش، ده هيرد، بس لما يرد هيرد رد كبير قوي 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 بيحوشهم لك. كل ألم، كل جرح احتملته من اجل المسيح منقوش على كفه قدامه، كل احتياج اتكتب قدامه. في حاجات انت نسيتها، اؤكد لك انت مش فاكرها بسبب السنين. عارف اللي انت نسيته ده والايام غسلته، بس ولا حرف منه اتنسى عنه، ولا ان واحدة. هتندم ندم كبير قوي يوم هيجي وقت التعويض. عارف هتندم على ايه؟ هتندم على التذمر اللي انت تذمرته، هتندم على اوقات الشك، هتندم على كل مرة قلت له فينك يا رب، لانك هتشوف وحترى ان حرف واحد، نقطة واحدة، كلمة واحدة، دمعة واحدة ما راحتش قدامه. وفي ناس هتندم اكتر بكتير لما هيجي وقت التعويض، وهتكتشف انها باعت الغالي بالرخيص. ان منطق العالم ضحك عليها، وغرور العالم خدعها، وخداعات الذهن خلتها تكسر الوصية. هتندم ندم اكبر لانها هتكتشف انها باعت الغالي بالرخيص، وان جه الوقت اللي فيه لابد ان نظهر امام كرسي المسيح لينال كل واحد بحسب ما صنع بالجسد خيرا كان ام شرا. عايز اختم الكلام بعبارة الرسول بولس: قد جاهدت جهاد الايمان الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، اخيرا قد وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم. لسه اليوم جاي، الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل ايضا لجميع الذين يحبون ظهوره ايضا. خليني اسالك، جهدت جهاد الايمان الحسن، ولا العمر عمال يضيع كل يوم في حاجه شكل؟ خلونا نراجع انفسنا لئلا ياتي يوم التتويج وتوزع الاكاليل وتفاجئ ان اسمك مش في الكشف، لم يوضع لك اكليل البر لانك ما كملتش جهاد الايمان الحسن. فلنخضع برؤوسنا امام الرب ونفحص انفسنا امامه. انت امين وعادل، انت القادر على كل شيء، انت هو امس واليوم والى الابد. لست انسان فتكذب، ولا ابن انسان فتندم. لا تقول ولا تفعل، ولا تتكلم ولا تفي، لكنك في وقته تسرع به ايها الاله القدير الامين القادر على كل شيء. ما ابعد احكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء. يا يسوع، حولنا عن النظر الى الاباطيل، حولنا عن غواية العالم وما فيه، حولنا عن حكمة هذا الدهر الساقطة وافكاره الخاطئة للنظر الى مجدك، طالبين ومنتظرين سرعة مجيئة، متوقعين بالصبر يوم التتويج العظيم الذي من القادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. احفظنا امناء غير عاترين، احفظنا مقدسين طائعين لوصاياك، متممين لمشيئتك، فلا نخجل منك في مجيئك. لتكن قوة غفران دم صليبك لتحريرنا من أضاليل العالم، ومن خداع أصوات الجسد والبشر وغواية الأشياء التي في العالم، إلى الاتجاه لشخصك
والشبع بحضرتك.